ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق العراقية. السلام عليكم متابعينا الكرام، قبل البدء لا تنسى الإعجاب بالفيديو وأيضا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات. حيث ارتفع سعر صرف الدولار ببورصة الكفاح والأسواق المحلية الأربعاء 8 نيسان 2020، وسجلت أسعار بورصة الكفاح بغداد 124,700 دينار لكل 100 دولار. أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: سعر بيع الدولار 126,000 دينار، سعر شراء الدولار 124,000 دينار.